يعني المخزن اللي جوه المينا ده هنخش هنلاقي جوه الفلوس؟ ممكن، وممكن نلاقي عدد تاني ولغز جديد. لغز جديد؟ طب افرض ان شاء الله ما عرفناش نحل اللغز الجديد، يبقى كده خلاص الفلوس راحت علينا؟ بعدين يا هاني، بعدين نتكلم في الموضوع ده. خلاص لا، ايه حكايه اللغز ده يا باشا؟ ايه ده ايه ده، انت مالك انت يا اسطى؟ بنتكلم في مواضيع شخصيه باشا. انت حامي علينا ليه كده يعني؟ المسافه طويله دي لما نكسرها. الله، خد عفره يا باشا، خد عفره. تسلم ايدك. موضوع اللغز ده، طب بتخوفني ليه؟ مفيش يا سيدي، جد المدام عقبال امتك سايب لها فلوس زي الرز. فلوس زي الرز؟ بس لازم تحل اللغز. بس لازم تحل اللغز. بحبك يا زتموني، مهما الناس لمولي. والله عددك يا باشا مش ماشي بالله. كامل يا باشا. وبعدين واللي وبعدين، ما تخليك في حالك يا اسطى، قلت لك دي مواضيع شخصيه. مواضيع شخصيه يا باشا، احنا يعني بنكسر مسافه الطريق. الله، دينا بندردش يعني. خد طر على قلبك يا باشا، خد. اتفضل يا سوري لا مؤاخذه. تسلم ايدك، تسلم ايدك. يا اسطى الطريق فاضي. انا افتكرته مليان. انا اسف يا باشا والله. السواق ده مجنون، راجل حلوف قوي. كامل يا باشا. وبعدين؟ مفيش يا سيدي، اصلا انت عارف مجلات ميكي جيب اللي هي بتاعت العيال الصغيره دي؟ هو حد ما يعرفش ميكي جيب بتاعت العيال الصغيره دي؟ اهو جد المدام بقى هو اللي كان بيكتب المجلات دي. والله العظيم. والله جد المدام هو اللي كان بيكتب المجلات ديت. والله وانا بشبه من بدري. والله العظيم يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. انا حظي من السما والله ان انتوا جيتوا معايا. الله يكرمك، الله يكرمك. نمرهم بقى وعمل ايه؟ ساب لهم بدل الفلوس مجله. ساب لهم بدل الفلوس مجله. جرأة يا هاني، هو السواق ده معرفه ولا حاجه؟ معرفه منين؟ انا اول مره اشوف. امال شايفاك العشم واكلك وعمال تغي وتلت معاه ليه ده؟ ما تفهميش، سبحان الله قلبي كده اتفتح له اكني اعرفه من زمان. وبعدين انت قلقانه من ايه؟ هنشوفه فين ده تاني اصلا؟ وانا يا باشا والله قلبي اتفتح لك كده لله في لله. كمل يا باشا. بعد ما ساب لهم المجله حصل ايه؟ عمو بتقلقني كده ليه؟ ما انا كنت بحكي لك عادي. وبعدين قلت لك دي مواضيع زفت شخصيه، خليك في حالك يا باشا. يعني ادينا بنكسر المسافه. الله، والله انت بتنرفز شكلك عشان جعان. طب خد خد يا باشا افطر، انت شكلك ما اكلتش لحمه بطنك. تسلم ايدك، بس لا ما يصحش عندي، اكيد فطارك برضه. لا لا مفيش مشكله، بجيب انا من اولد رن. ها، موضوع المجله ده ايه؟ انا اقول لك جايز، اخيرا اخيرا دخلت التواليت، بس الحمام غريب قوي، ما فيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن. بقول لك ايه، معاكي انتي بكتيريا؟ انتي هبله يا بنتي، وانا همشي ببكتيريا ليه هنا في شنطتي؟ انا ما قلتش بكتيريا. انت لمع يا باشا، لمع. لا لا بسكوتش، معلش المره الجايه. يعني مش هنستنفع منك باي مصلحه. معلش المره الجايه، المره الجايه. طب شك شك مرزوقه تعالي جنبي، شك شك مرزوقه تعالي جنبي، تعالي جنبي. بقول لك ايه، بقول لك خش على الباشا بيحب الفلكلور ده. هو لمع يا باشا، خد لمع لي النضاره دي مبصمه. عايزها نفس اللون ولا غير لك لون؟ المهم اشوف بغض النظر. خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمه هديه. بجد؟ والله ماشي انا موافق. المهم يا جماعه دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش المينا بقى ازاي؟ بقول لكم ايه، انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط؟ لا ما نعرفش. تعرف انت؟ انا بص، انا ليا اتنين صحابي ظباط، واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث. ما حلو المباحث ده؟ لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء. انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا. طب يعني ايه؟ هنروح يعني ولا ايه؟ احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز. اقسم بالله كنت متوقعه منك. اتجننت يا بنت ولا ايه؟ عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه؟ ثانيه واحده بس، مين عبد العزيز ده؟ ايوه صح، مين عبد العزيز ده؟ قريب ابن خال امي، امين شرطه هنا في بورسعيد، بس كان عينه مني. عينه منك يعني ايه؟ يعني كان عايز يتجوزني، بس انا نفضت له عشان خاطري دبدوبي دوبي. طب ايه المشكلة دلوقتي انك تكلميه؟ ايوه صح، ايه المشكلة انك تكلميه؟ المشكلة انه عيل لازق كده وملزق. معلش يا شريهان، لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونة وكلميه. هو ايه اللي لو هينفعنا؟ بتقولي ايه؟ وانت مشكلتك معاه ان هو لازق وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوه صح، انت ايه مشكلتك؟ شات اب، انت مين؟ لا مؤاخذة. هيا هاني، ايه مشكلتك؟ برضه هتقولي ايه مشكلتك؟ يا ست الكل بتقولي كان عايز يتجوزها، يعني عينه فيها. أصور يعني ولا إيه؟ أيوة ما هو شربهاش وسابها لك أنت شربتين. بس يا عم أنت خليك في حالك، خليك مكاني يا عم سيف. إيه؟ دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها، يصح كده؟ لا طبعًا ما يصحش. تسلم يا نخوة. سيف. إيه صح؟ إيه ده يا أبو الرجال؟ هو أنا ينفع أمتنع عن الإجابة طيب؟ هاني،
مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك انت في الاخر؟ انت مش واثق في نفسك ولا ايه؟ لا الحمد لله عندي ثقه وكرامه وكل الحاجات الحلوه دي، بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحل اللي كان بيلغيها من زمان دهوت ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي. الكلمه دي عيب؟ لا خالص. طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي، شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر. فلوس؟ فلوس ايه؟ بيعمل ايه في حياتي ده؟ بيعمل ايه؟ بيلمع ركبي. ما خلاص يا عم هتلمع في خادي. لا مؤاخذه اصل افتكرتها بوت. بوت؟ ما انت كده انت جاي بتعزف على رجلي. معلش يا استاذه نيلي، خليها فرصه تانية ان شاء الله. وعلى راي المثل قطمه احسن من نحله. نحله ايه؟ انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ انا ما قلتش نحله اصلا. من الاخر كده يا جماعه شوفوا لكم حل تاني. شوشو مش هتكلم عبد العزيز. هاني فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي ان عندك احلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس؟ دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي؟ افكرك؟ قلت لي انك هتتجوز شريهان وهتجيب شقه في حدائق الاهرام عند الخوفو وهتجيب عربيه وهتعمل البوم زي اصحابك الاهلاويه الدخلويه. ايوه الدخلويه. وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتوب عليه الثقه في اللمش عشان نتقلب، وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن من الطواجن للتحرير. طواجن ايه؟ طوابق whatever. هي هاني قلت ايه؟ وافق بقى. وافق بقى. وافق وافق والنبي. والحلو والنبي تبسم للنبي للنبي تبسم. خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه اعملوه. هكلمه يا دبدوبي. كلميه بس انت اصلا معاكي نمرته؟ ما متسيفه عندي. متسيفه بقمرتي ان شاء الله. ما هي دي الشريحه القديمه اصلها. الو. ايوه يا زوزو. اي عبد عزيز ازيك؟ الحمد لله. وانت كمان. وانت كمان. قال لك ايه؟ وانت كمان وحشني قوي عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني مش فارق لي قوي. بقول لك ايه؟ انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ طب ده انا جنبك قوي 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامه. يلا يا دبدوبي يلا. مالك ملهوفه كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانيه واحده احنا هنروح كلنا. انا بعد كده كل خطوه هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك، انما دي مش راكبه. whatever. افهمي لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق، فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه. وبعدين ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي. يلا يلا عشان نلحق نجيب له هديه كمان. انت هتزيد بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني. بقى حاسب لنا سيف عقبال لما نيجي. بس انا حاسب لك. وايه الجديد؟ علمت عليكي. بس يا سفروت. بس هي بصراحه علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. لا مؤاخذه اصل بلمع اوكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. لما انت بتبيع جوافه. ايه ده؟ سيف بقول لك ايه؟ ممكن تطلب لي حاجه اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع. في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجه بقى بليز. اجيب لك ايه؟ اجيب لك سرنباق ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده ديزرت البحر. ده غير ديزرت الشيطان. يلا. لا يلا ايه؟ يلا خش. لا ما تخافش ما تخافش. واحدة 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 واحدة. يلا يا هاني. ايه؟ تعالى دور في الصندوق ده انا خايفة. حاضر حاضر. الحق. ايه؟ المكان مطرب قوي. لازم يبقى مطرب. انت بتقول ايه يا ابن انت؟ شوف كده الصندوق اهو. شوشو. ها فستان الفرح اهو. حلو بس تغسل بس هيبقى كويس. ايه ده؟ ايه لقيتي حاجه؟ مفيش كنز. وفي ده. يلعن ابو كده يا شيخه. ما تلم نفسك ياض انت. لا هو مش قصده، هو كان قصده يقول بس يعني ان جدك هايف قوي. ما تحترم نفسك انت كمان. هو ما يقصدش قصده ان جدك ده ابن. ما بس بقى ياض انت وهو، وخلينا اتنايل احل الكلمات المتقاطعه. ربي ربنا يسامحك يا جدو. Thank you.
خدت بالك؟ سمعت حاجة؟ ايوه سمعت في حاجة. انا ما سمعتش حاجة. ما انت مخدود ليه؟ انت المخدود على فكرة. ايوه لا بقى شفت حاجه صح؟ ايوه شفت اتخيلت بحاجه بتعدي. يبقى إيه بيتهيألك؟ يبقى ما انت ما شفتش؟ ما شفتش حاجه. انت كذاب على فكره. مش هنخلص النهارده؟ هما الموظفين كده، نيجي نخلص شغلنا يقعدوا يحلوا الكلمات المتقاطعة. لا اخويا سبعة ايام اجيلها كل عايز الواد ادارة تانية ومش عارف. تعرفي ان احنا فينا حاجات كتير شبه بعض؟ اصل انا كمان مدمن جيمز على المحمول. بتحب ايه بقى جيمز على المحمول؟ بحب العب كل حاجه، يعني الطيور الغاضبه، المزرعه السعيده، كيف تحمي التمساح. مفيش لعبه اسمها كده. ازاي دي مشهوره عندنا؟ يديكي شويه ميه وتقعدي تحفري للتمساح لحد ما يوصل للميه يتشطف بيها. واسمها على الستور كيف تشطف التمساح. ايوه بس بالانجليزي، كيف تشطف اللاكوست. بقولك ايه، انت عمرك صاحبت قبل كده؟ يعني في بنت في العالم حبتك قبل كده؟ بصي مني يعني واد امور وشيك، فتلاقي بنات العالم كلهم عليا كده. لا انت شيك قوي بصراحه. ميرسي. عجبك الاصفر؟ تحفه. كنت متاكد، اصل ماشي مع لون شعرك. طب اقول لك حاجه، عارفه كل تقليعات عمرو دياب؟ قول لي بقى انه واخدها منك. لا كنت اقول لك حلوه عادي، انت ليه شايفاني كذاب؟ لا خالص. وانت ما قلتليش انت صاحبتي قبل كده؟ انا صاحبتك كتير جدا. الله، بعشق الست الخاينه. تاخد تشطف التمساح وتسكت شويه حبيبي يا لاكوست. ها يا امي، فهمتي حاجه؟ لا بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعه دي ان الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن ايه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الاخر بقى اكتشفوا ان لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني. طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع دي في مدينة البط. طب ايه يعني، هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريب، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا دي زريف، انت وهو احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بدق يا اما عم عبدالله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا اليأس راكبكوا ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده. فار 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 فار. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته؟ لا يلا. انا قتلته؟ انا قاتل. لا لا انت مش قاتل، ده كان دفاع عن النفس. انا قتلته ده؟ لا لا ما تخافش، لا مش انت، مش يلا انت. يلا 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 بسرعه يلا. حلو اتحرك. هاني استنى هاني. يعني مؤاخذة، هما حلوا الكلمات وبعدين قروا القصة؟ مظبوط سعادتك. ودي قصة ايه بقى؟ قصة عقد الجدة بطة. يعني ليلة القبض على بطة، القصة نفسها ايه هي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة عليه الصلاة والسلام. كانت الجدة بطة تعيش في مزرعة سعيدة، وكانت تجري وسط المروج والزروع وتسبح في البحيرة الزرقاء. ايه يا أبلة فضيلة؟ أنت بتنايم نختك ألا؟ ايه القصه على طول؟ ما اخذ اقولها. انا اسف سعادتك. اتفضل. جده بطه دي اصلها كان عندها عقد غالي قوي قوي قوي،
كويس. وكان في واحد عايز يشتريه منها عشان يقدمه لمراته هدية في عيد جواز أذن. حلو. لكن للأسف. خير. للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن. إيه حصل إيه؟ العود ضاغ. لكن لقوه بعد كده تحت واحد اسمه لوز. تحت ازاي يعني؟ زي ما انت فاهم ساعتك. عقد الجد بطه غالي قوي. يا ابن الايه يا ميكي؟ يا ابن الايه؟ خلاص هذا ضح محلوله مؤاخذة. خلاص ازاي سعادتك ومحلوله ازاي؟ نروح مؤاخذة الجدة بطة ونجيب منها العقد. ايه ده؟ هو حضرتك تعرف الجدة بطة؟ عرفها؟ ايه اللي عرفها؟ مؤاخذة عز المعرفة. مش عارف سمعت كلام كل انا وجيت معاكم. عشان ما عندكش شخصية. يا جماعة أنا بنزف جامد قوي. نحتاج نقل دم في فصيلة دم نادرة. أنا كده هموت. خلاص بقى يا سيف. شكلها حاجة بسيطة يعني مش هتموت ولا حاجة. بس من فضلك ما تقربش مني عشان أنا ما بحبش الدم يجي على هدومي. دم إيه يا جماعة؟ ده جرح سطحي. جرح سطحي إزاي؟ وأنا حاسس إن الرصاصة لا تزال في كتفي. بقول لكم يا كباتن العود ده فوش. فوش؟ فوش يعني إيه؟ مش عارفة يا أختي يعني إيه فوش؟ يعني فالسو، يعني أي كلام، يعني مضروب، يعني طلع فتش. وات ذا فتش؟ يبقى أكيد العقد ده هيوديني لحاجة تانية. بموت. بس بقى هنعمل ايه في المصيبة دي؟ طب اسمعوا، احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشفى ونروح نشوف موضوع الفوش ده ايه. انتوا عايزين تاخدوني لحم وترموني عظم، ولما اروح المستشفى يقولوا لي مالك في كتفك في ايه اقول لهم ايه؟ ده كاتشب. انا مش رايح لوحدي، كلكم هتقعوا معايا وهدرجركم كلكم. بقول لك يا كابتن اهدى على نفسك كده وبلاش افوار عشان الفيلم ده انا شفته قبل كده. خلاص يا جماعة احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفة في موضوع العقد ده وكتفي، وتشوف لنا صرفة في موضوع كتفك، وتشوف لنا حاجة ناكلها عشان ما يتم الجوع كلنا. يلا بينا. خدني معاك يا هاني. خليك بقى هاني. انا بنزف في هاني. سلام يا عم ابراهيم، خلي بالك من نفسك. انت واثقة في عم ابراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا؟ هيفتن علينا اكيد، ده سمع كل حاجة. ده مخبر اساسي. هاني. ايوه. الرصاصة لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامة تبقى ترجعها لهم. معلش في ايه؟ انت يا عم يا اللي منور العالي. ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور. في ايه؟ انت انا ايه السواقه الزفت اللي انت بتسوقها دي؟ انا مش خايف على العربيه؟ السكك كلها مطبطه وانت عمال بتجري؟ مش خايف مسمار يخش فرد الكاوتش يبوظها؟ انت عارف التيل بتاع العجله بكام دلوقتي؟ ابو الدهب بيه، سيبك من التيل، خليك تقيل، المهم العقد. خلاص خلاص. ايه يا بنات؟ انا مش سامع مؤاخذه، قلت لكم لما تعوزوا حاجه تقولوا لي ولا لازم ارص لكم ودنكم؟ ولا انا اتكلم ولا حاجه؟ انت لم تنادي. الله الله الله، ده الموضوع عقلي بقى وطلعتوا قرايب في بعضيكوا. طب اتكل انا بقى على الله، الحق اخد خالتي افسحها شويه وارجع لكم تاني. سلام عليكم. استنى يا فتحي، احنا مش متفقين اوصلك ولا ايه؟ استنى هاجي معاك يا فتحي. استنى عشان ما تتوهيش. خد انا، تعالى هنا. تعالى. ايه ده؟ هو انتوا تعرفوا بعض؟ دي تاني مره نشوفهم مع بعض، ديفينتلي يعرفوا بعض. فين العقد؟ عقد ايه؟ العقد اللي مؤاخذة سارقينه دلوقتي من المتحف. احنا ما سرقناش حاجة، احنا كنا بنتعشى. والله؟ وايه اللي على كتفك ده؟ ده كاتشب بس بيحرق قوي. ما انت عشان طلبت سبايس قلت لك بلاش السبايس. بقول لكم ايه؟ احنا في منطقة لبش، والحكومة دلوقتي بتدور على اللي سرقوا المتحف، يعني ممكن تطب علينا في أي لحظة. فخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد. حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه؟ ضحي. طلع حقيقي ولا خرس بقى؟ لا طلع حقيقي طبعا. انت يا زفت يا ضحي. انت ده ايوه يا ابو الدهب بيه. دلوقتي احنا عايزين العقد وهما مش عايزين يدونا العقد. نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم ايه؟ انت مسالني؟ ما ناخد العقد بالعافيه. ايوه ناخد العقد بالعافيه.
اللي معاه العقد يطلعه ولا فرغ المسدس ده كله في فوخه. انا ما حدش يضربني بالنار تاني، هو انا واقف على العربيه بام. خلاص يا هاني اديهم العقد. ومعاك انت العقد بسرعه. حاضر حاضر بسرعه. ثانيه واحده ثانيه واحده، هو ده يا جماعه العقد اللي انتوا عاملين عليه الحوار ده؟ هو ده. طيب مش تقولوا كده من الاول، اعملوا لي غسيل معده بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ وبعه. باعه؟ الواد ده عبيط ولا متخلف ولا ايه؟ هات مني العقد ده. هات العقد بقول لك. مش قادرين تسرقوا خاتم. العقد ابو الدهبي. طب يا بنات، المؤاخذه انا كانت مشكلتي مش معاكم انتم. المؤاخذه كانت مع جدوك الله يرحمه بقى. وانا خلاص حتى حقي. بالسلامة انتوا. يلا ضاحي. اتفضل يا ابو الدهبي. يا موزي. سلام. احسن بتبلع العقد. تفكر نفسك اسماعيل ياسين. ايوه يا عم بيبلعوا الحاجات. انت كويس؟ اه شفت حاجه كده؟ شوف لا مفيش حاجه. طب على فكره يا انكل عم ذهب، العقد فقشه اصلا. اوكي بص على ايه؟ طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد سعادتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالصو. يكونش يبدله الاصلي بواحد فالصو بصنعه لطافه بخفه يد. يا سلام يا سلام على دماغك. وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم. اه صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ اه صحيح. هذا اللي مجنني انه احنا عارفين العقد فالصو. بيسرقوه ليه؟ اه صحيح. انت ما فيش وراك غير اه صحيح اه صحيح. اخرس خالص مش عايز اسمع اه صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو. ايوه نيلي. عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع. تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه؟ الوقت متأخر؟ اه صحيح. اه طيب بكرة فين؟ في المرسم؟ ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ سعادتك. طب ايه بقى مؤاخذة الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟ بص يا انكل عم ذهب. نعم. عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض، احنا عندنا شوية معلومات واللغز، حضرتك عندك شوية معلومات بلس العقد، فاحنا نزبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده. بس اللي أوله شرط أخره سور. سور ازاي يا بنت؟ أخره نور قصدك يعني؟ لا سور، عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ واتيفر يعني. وبعدين؟ اوكي حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا، وما حدش يجي على حق التاني إلا مؤاخذة. طب مؤاخذة يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجلة ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد يا ضحى. اتفضل يا مالك. اول حاجة لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فقش اصلا؟ مفيش اي حاجة في الستوري ليها علاقة بالعقد وفقش عقش والجدة بطة احنا ما خدناش بالنا منها؟ هو مفيش، بس استني اما اتاكد. بس اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير. قالت له ماشي. وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش، ووصل الراجل تاني. الراجل: انا جاهز يا جده بطه، احضرت النقود معي. الجده بطه: وانا لا اجد ما اقول لك، لقد ضاع العقد فجاه ولم اجده. الرجل: أوه إنها خسارة كبيرة، لقد وعدت زوجتي أن أهدي هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من أسامينا، ماذا أعطيها الآن؟ فلة وياسمينة؟ الجدة بطة: أنا في قمة الخجل ولا أعرف. العقد محفور عليه حروف وأرقام. آه يا بنت ما هي دي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالصو يا مغزى. ختم فالصو إزاي؟ الحاجات الأصلية بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضاحك. أنا قلت حاجة؟ أنت امبارح مش قلت كده؟ والفلس له ختم برضه يا حمار. لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعة هي الحروف دي إيه أصلاً؟ زاد به، بس مش عارفة أقرأ الأرقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني طيب الاختصار. زاد إيه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد به
717. ايوه يا جماعه، صاد ب ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد ب 717، ده نمره العربيه بتاعت جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. اه صحيح، وكان في عربيات ليها ارقام. يا حمار انت، انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخلص انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه؟ يضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري؟ بربورك؟ صابون بالموليف؟ يكونش صندوق بيرة؟ سمك بوري. لا يا جماعة استنوا استنوا، انتوا بتهروا في ايه؟ صاد ب اختصار صندوق بريد. اه صحيح، صاد ب طول عمرها صندوق بريد. يكونش صوصن بدر؟ ما تخلص بقى، ما خلاص هرسينا، صندوق بريد. انا قلت اجتهد. لا ما تجتهدش. يا جماعة يا جماعة، صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير، عارفه؟ اه. شريهان، you look very stupid. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ اه صحيح. سيبك منها يا عم دهب، دي تافهة اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي، هنكلم دليل التليفونات. اه صحيح. معلش يا عم دهب، تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ اه. اه شوفي تليفون انا، البطاريه فاضل فيها 3 شهور. ما تاخدي التليفون بنت عمك اهرب لك. ايه اصيل يا عم ده، هاتي هنا لي التليفون. حركات رخيصه قوي، خد يا بنتي. الو السلام عليكم. ايوه لو سمحتي، عايز اعرف عنوان صندوق بريد 717 ده موجود فين؟ يكون شي سكر بر. بر ايه وخلاص؟ ما خلاص يا ابني انا قلت كتير. ما تكتئبش، قول لي صندوق بريد وارسل عليه خلاص. فين؟ مكتب بريد الحلميه الجديده. شكرا، السلام عليكم. مكتب بريد الحلميه الجديده. بتهزري؟ هو الحلميه ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت، خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكونش صافي نار بترقص. اتفضلوا يا جماعه، منورينا والله ومكترينا. 717. خلاص يا حاج شفناها، تعالى تعالى انت. شكريت فكر انت على الله بقى. بالمناسبه الجميله دي بقى، يعني نسمع حاجه كده؟ لا خلاص بقى لو سمحت. معلش هم تعبانين دلوقتي، انا بعدين هاجي لك على رواقه كده واجيب لك عم محمود شكوك. بجد والله؟ ده وعد. وعد. اتفضلوا. شكرا. عيشوا بقى. سلام عليكم. الف سلام. 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 ستاند راحة فين؟ هات المفتاح. خلي دي معاك. اتفضل. 717. ايه يا بنت في ايه؟ بقالك ساعة ما قاعد انا جنبك ومتنحة في البتاعة دي، ما تقولي لنا حاجة. ما حضرتك انا مش فاهمة حاجة في المتاهة دي. طب ما تدوري في حاجة تانية غير المتاهة دي. مش هينفع، ما هو ما فيش أي حاجة مفهومة في الكلمات المتقاطعة غير إن الحل في المتاهة، وأنا عمالة أحل في أم المتاهة دي. والله ما في متاهة غير اللي احنا فيها. طب وهي المتاهة دي عايزة إيه لا مؤاخذة؟ إزاي نوصل محظوظ للعربية؟ طيب يعني إيه مش فاهم برضه؟ ما حضرتك انا كمان مش فاهمه، ما هو ده اللي بقوله من الصبح. لو كنت فاهمه ما انا كنت قلت. طيب واضح ان احنا مش هنوصل لحاجه النهارده، فانا بقول هناخد المجله نروح بيها ونقعد نفكر كده براحتنا، ولو وصلنا لحاجه نقول لحضرتك. اه ده اللي هو عند مين؟ الساعه كام يعني؟ مؤاخذه المجله دي هتفضل هنا في الحفظ والصول. لو حبيتوا تحلوا اللغز تعالوا لي، ده مكتبكم برضه. ايه ده؟ انا افتكرت حاجه مهمه قوي، ممكن تديني المجله ثانيه؟ ثانيه بليز. حاجه مهمه جدا. ها فهمتي حاجه؟ لا ما فهمتش برضه. طيب انتوا تروحوا كده تفوقوا نفسيكوا وتشطفوا كده وتروقوا، ولو لقيتوا نفسكوا قادرين تفهموا وعايزين تحلوا اللغز تعالوا لي، ولو لقيتوا المكتب مقفول كلموني وانا اخلي حد يفتحه لكم.
اوكي ثانك يو باي 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 باي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا عدوي هو ده الواحد اللي انت قلت على فكره. شوف مش معقول كل ده لسه ما خلصوش. انا متوشوشه قوي. متوغوشه whatever. مش ده اللي قلقني خالص. انا خايفه على هاني لا يقع. حبيبتي انت بتحبي قوي كده؟ ما يتنيل ولا يغوف في داهيه. انا خايفه لا يقع على حد واصل يودينا في 60 داهيه. يلا يا هاني بدنا تاني. انا لك نجات. نجات نجات الصغيره فوق بقى هاني فوق. ماما ايه ده؟ تعمل ايه؟ يلا خلاص. ايه ده في ايه؟ لا انا عايز لسه الف بيها واكروز وامرك واعمل حاجه. ايه فوق من اللي انت فيه؟ اعمل حاجه مستني ايه؟ عيش ايامك كلها. شدي بقى. في ايه يلا انت مالك؟ انت شارب ايه؟ مالك عامل كده؟ انا شارب ايه؟ ايوه مالك عامل كده ليه؟ امسكوا ايه؟ امسكوه قبل ما اطلب لهم البوليس. اوعي يا بت. اللي هيقرب مني هشق الازازه دي في دماغه. وانا اللي هيقرب مني هتجيب البوكس خليه يسمونا لوكس. لوكس ايه يا نيلي؟ انت بتتخانقي في حوش المدرسه؟ اللي هيقرب مني هتجيب الشلوطه وهديها اسيوط. نيلي اسكتي يا نيلي هينفخونا يا نيلي. انا خايفه قوي يا شريهين. انتوا لسه بتتفرجوا عليهم؟ بقول لكم اقبضوا عليهم. انا شريهان بنت عبد حليم الباكابورت. قول له يا اسطى فكاله. محدش يتحرك. قول له يا اسطى فكاله. شايفني ابدع البطاقه دي كلها وحرص لي الخمره دي كلها وحرص لي الموزه دي كلها. في ايه يا محفوظ باشا؟ استرعبنا ليه؟ سبحان الله يا باشا، المعجزه اللي احنا فيها دي. هو ازاي حضراتكم وصلتم قبل ما انا اتصل بيكم؟ محفوظ بيه؟ الضابط الشاطر ما يجيش بعد ما البلاغ يحصل؟ لا، قبل ما الجريمه تحصل. اسمح لي يا عزيزي اني اسجل اعجابي بنشاط البوليس المصري ويقظه البوليس المصري ورجاله. انا ممنون ليك يا باشا. ايه اللي حصل؟ لا ابدا، الواد اللي فوق ده كان عايز يسرق العربيه بتاعتي وبعد كده كمان هو خبط ال... فين العربيه ديت؟ اهي فوق قدام حضرتك اهي يا فندم. لو العربيه هي وكاله من غير بواب؟ العربيه دي مش مرخصه؟ مرخصه ايه يا باشا؟ دي ديكور. الركنه هنا مش ممنوعه؟ يا باشا بقول لحضرتك ديكور. ركنه ايه؟ المكان ده مرخص؟ طبعا مرخص. التورته دي شوكولاته؟ لا بالفانيليا. نرجع لموضوعنا يا باشا، نرجع لموضوعنا. افش يا ابني العيال دي كلها بسرعه بسرعه. ما تقلقش يا سعاده الباشا، احنا هنمسك العيال دي ونزج بيها في السجن. تزج بيها في السجن بس لا مؤاخذه، يعني ايه اللي فوق دماغ حضرتك ده؟ يوه. اصلا لا مؤاخذه، خدت دش سخن وزي ما انت شايف الريح شده فخفت استهوى. ما تقلقش يا باشا، احنا هنمسك العيال ديت وانا زج بيها في السجن ارضاعا للعداله. ميرسي يا فندم، ميرسي جدا جدا لحضرتك فعلا. ميرسي. والله العظيم يا حضرة الظابط انا مظلوم. هي دي اللي قتلت مي عز الدين. مي عز الدين ايه؟ دي هند صبري يا هبل. هند صبري؟ وانت ايه خالد الصاوي؟ انا ضاحي. انا ضاحي؟ انت طلعت حكومه يا ضاحي؟ يا ابني حكومه ايه؟ ضاحي جاي معانا عشان خلصنا من محفوظ. بس برافو عليك يا ضاحي، انت جيت في وقتك، ده كان هيطلب لنا البوليس بجد. يا جماعه انا خايفه قوي، انا بطحت الفنانه هند صبري في دماغها. لا ما تخافيش يا شريهان، هي ما ماتتش، انا شفتها بس يا حرام بتترعش كده شويه. يبقى اكيد دي رعشه الموت. الف بعد الشر عليها، انا بحبها قوي. مين هيكمل الجزيره الجزء الثالث؟ قتله، كلنا بقينا قتله. يا جماعه ما تكبروش الموضوع، دي خدت ازازه على دماغها، ما خدتش رصاصه يعني. سيبكم من الموضوع ده دلوقتي. ها لقيتوا حاجه في العربيه؟ بجد لقيتوا ايه؟ لقينا عدد جديد. عدد جديد؟ طب ممكن ابص عليه بصه؟ لا يا جماعه ليه لا؟ ده احنا كلنا في مركب واحد، ده انا لسه مخلصكم من عند الراجل وانا حطير. خلاص فكني الاول. ما هو المفتاح في جيبي اصله والمكان ضيق مش عارف اجيبه. ابص عليه بصه واحده بس. خلاص بقى خليه يبص. طب اديها له. انجز. بصه واحده بصه واحده.
يلا فكنا بقى. يلا يا ضحي فكنا بقى يا ضحي. ضحي يلا فكنا يلا يا ضحي. فكنا. الله هتضربها طلقه تتفك. انا بحب الحاجات دي. يلا اضرب. بص على رجلك يا انت. لا استنى استنى. تعرف برصاصه واحده تفكنا احنا الاثنين؟ ليه وانتوا فاكرين نفسكم التوأمان؟ هنجل اقف على جنب. وقف ليه؟ انت مزنوق؟ لا بس هزنوقكم. انزل يا تهوى. انزل بقولك. مش هنزل. يا سلام. قال يعني كده هتسد الرصاصه. انزل انا بقولك. طبعا انتوا فاكرين ان انا هخلص عليكم. بس انا مش هخلص عليكم. مع اني اقدر اخلص عليكم. بس هسيبكم هنا عشان تتعلموا حاجه. يا واتي يا سحلاب. عادي اتقالت لي قبل كده. نو واي. يا حيوان يا قذر يا حلوف. يا سلام حلوف. يا خنزير. وساعات بيقولوا لي يا كركدان. يا حلوه دي ما اتقالتليش قبل كده. معلش معلش. بس انا قبل ما اسيبكم هنا لازم اقول لكم على حاجه. مش عايزين نعرفها. سيبنا وامشي. لا لازم اقول. مش عايزين نعرف. لا هقولها. طب قول. الخير. يا حبيبي يا هاني معلش. الخير ممكن ينتصر في الافلام بس في المسلسلات الشر هو اللي بينتصر. لا بتموت يا شيخ دمك سم. قبض ضفدعي. لا ابوس ايدك ابوس. لا اخبطك اخبطك مين. طب اخبطك بالمسدس. لا بايدك احسن. المسدس اجمل. ماشي خلصني. هاني اوعى تضربه بالنار. علميا الطلقه ممكن تخترق وتنزل. انا سيف يبقى اعمل كده. طيب خد منه المفاتيح. اثبت اثبت. خليهم ينزلوا السلاح. نزلوا السلاح يا حنجل. وينزلوا البنطلونات. ونزلوا البنطلونات. وينزلوا نزلوا طعم شاي. استظرف. بتوجع صح؟ شفت بقى انت عملتها معايا كم مره؟ انا اسف ده الدبي. انا خليهم يجوا هنا. تعالوا هنا بسرعه بسرعه. اسمعوا كلامي بسرعه. حلو هنا. لف لف. هتعمل ايه يا دبدوب؟ ايه؟ من النهارده انا ما اسميش هاني الدبدوب. امال اسمك ايه؟ اسمي هاني الدندوب. الدندوب ايه؟ انا 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 عبد المامور. ده ابو الدهب ايه؟ ده الراجل كبير. لا لا يا دندوب ايه؟ لا دبا. لازم تعرف ان الخير بينتصر في الافلام وفي المسلسلات وفي السيت كوم كمان. خد السلاح ده ثبته. انا؟ ايوه امسك ما تخافش. هات المجله. ارفع عينك. يلا اثبت مكانك. ما تتحركش. اوعى تتحرك. اوعى تتحرك من مكانك. انتوا هتسيبونا لوحدنا؟ وضحكنا عليك وضحكنا عليك وكي في ايديك وضحكنا عليك. اوعى تتحرك. طب سيبولنا فلوس التاكس. معلش فلوس. باي باي يا ضحي. باي باي. انتوا هتظهروا تتفرجوا عليا؟ هرب منكم ازاي؟ هرب منكم ازاي؟ انا متضايق منك جدا على فكره. ليه انا عملت ايه؟ عشان قليل الادب. انا قليل الادب ليه؟ قال لك تشرب ايه؟ قلت له بيبس. ايوه في ايه المشكله؟ ما انت طلبت ساعه فواكه. ايه المشكله؟ مش تقول له لا متشكر شكرا هو يعزم عليك زي ما عزم عليا. لما عزم عليا كتير قمت ضربه. عزم عليك انت قلت له عندك ايه وبعد كده رحت طالب ساعه فواكه وقعدت تقول له عندنا شاليه في المعموره بتاع ستي وعليه مشاكل وقف والكلام ده. هو مال هو؟ انا نفسي اعرف انت متربي فين. انت متربي في حمام يا لهوي. اه متربي في حمام. امشي امشي خلص. هات المفتاح. السوق. سو ايه؟ اسوق العربية. ده من امتى ده ان شاء الله؟ من النهاردة. ماشي. ايه ده؟ خد. انا كنت بهزر. ايه ده؟ علي النعمة تعالى يا راجل. تعالى تعالى. اوعى ما تحضنيش. انسى بقى السواقة اللي انت شفتها قبل كده دي. وريني يا اخويا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. بس انا حاسس بدوخه وصداع كده تقريبا. عندي شرقه او زكام. مناخيري مسيله. انا مالي مال مناخيرك؟ انا جاي ازورك المستشفى.
بقول لك اخبار العيال ايه؟ اخبار مين حضرتك؟ العيال اللي احنا بنراقبهم. اه انا وسيف؟ لا كليله ودمنا. عجبتك قوي؟ الله عليك يا صاحب الباكة. طب خلاص هنقضي فيها طول النهار. عملوا ايه العيال؟ مفيش ساعاتك يعني، لسه خارجين من عند المدير وماشيين زي ما انت حضرتك شايف. طب يلا وراهم بقى على طول عشان نشوف اخبارهم ايه، وانا هخش اشوف قصه المدير ده. ماشي. يلا يلا انجز. يلا حضرتك سيب لي العربيه يعني اعمل بيها. لا عربيه ايه؟ اشبط في اي مواصلات، احنا مش هنعمل مواصلات عليك. الله في الطبيعي يا باشا، ما عليا المواصلات كده مش طبيعي. يلا ضحي بقى انجز بقى، خلينا نخلص، عايز الحق الراجل اللي بيمشي. حاضر يا صاحب السعاده. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مغزى حضرتك المدير؟ والله أنا بداية من المدير لحد الفراش مرورا بجميع الوظائف اللي موجودة هنا يا فندم. يعني مغزى مش فاهم يعني ازاي؟ ما انت عارف حضرتك ما فيش شغل ولا في بتاع، ولا حد بيجي ولا حد بيروح ولا حد بيعمل. الكمبيوتر يا أستاذ، الكمبيوتر والنت بوظوا علينا الدنيا. انت عارف حضرتك أنا تمن المواصلات من هنا وانا جاي هنا ومروح بيضلعني والله. حضرتك مين؟ أنا أبو الدهب. اهلا 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 يا ابو الدهب باشا، ازي حضرتك؟ الله يخليك. تعرفني؟ ها؟ لا بس باين على حضرتك باشا يعني. طب انا مش هطول عليك، انا شايفك فاضي وما وراكش حاجه، بس انا هسالك سؤال واحد لباظك. الولدين اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما ادخل كانوا بيسالوا على ايه؟ هو كان في ولدين هنا؟ هاني وسيف اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما اجي دلوقتي. اه انت عارف من كتر الناس اللي بتيجي وبتخرج وبتعمل الواحد ما بقاش فاكر حاجه، وبعدين اصل انا خرجت من البيت وانا على لحم بطني، ولا شربت شاي ولا قهوه ولا حتى حاجه ساعد. معلش ملحوقه. الله يخليك. اتفضل جيب حاجه بقى عشان تملى الريق كده. ان شاء الله هنجيب لك حاجه ساعه يا فندم. كانوا بيسالوا على ايه بقى؟ ها؟ والله هم كانوا حاسب الطقم. طيب الله يخليك يا فندم. يا سيدي تشرب؟ شكرا. خلاص والله. لا يا فندم ازاي، ما تقولش كده، اتفضل. كمان اوف عرض. كانوا بيسألوا على ايه بقى؟ والله كانوا بيسألوا على عدد من الاعداد اللي كتبهم متكوي بيه الله يرحمه. لا عدد ايه بقى؟ ها؟ عدد ايه؟ عدد من كتر الشغل الواحد ما بيفتكرش ايه الاعداد وايه البتاع. والله استنى بس هجيب لك، اصل انا خرجت من غير اكل الصبح، وبعدين البتاعة دي مرت لي بطني. هقول لك ايه، ما انت عارف الدنيا ملحوقة ملحوقة. اتفضل. الله يخليك يا فندم. ها شوف بقى يا سيدي. ايوه العيال دي كان بتسأل على عدد من الأعداد اللي كتبهم الله يرحمه متكوي بيه. العدد 1000. بس أصل العدد ده ما فيش منه غير نسختين، نسخة كانت متكوي بيه الله يرحمه، والنسخة التانية كانت عندنا هنا. واديت لهم العدد ده؟ لا ما هو ما بقاش عندنا. امال فين العدد ده؟ حميت الطعميه، حميت واحد نفسه يحبس بسجاره بس منين يوم. معلش ملحوقه. اتفضل. فين ام العدد بقى؟ العدد بكره هيتباع في صاله كريستال بتاعت المزادات اللي في مصر الجديده. طيب سيدي متشكرين قوي. لا بس قول لي نعم حضرتك عايز العدد ده ليه؟ ابدا كان موضوع كده، والله الواحد الذاكرة عنده بقت تتوه، وبقيت باخد أدوية علشان ترجع لي الذاكرة، ومفيش فايدة. ناقص في السوق. إيه ناقص في السوق؟ طب نوفرهولك. حاضر يا سيدي. امسك. أيوة بس نجيب الدواء المصري، أنا عايز أجيب المستورد الحقيقة علشان تأثيره بسرعة. المفعول. يا سلام. أقرع ونوزي. اتفضل يا أخويا. تسأل ليه؟ ابدا هو اصله موضوع عائلي كده يعني، بس يعني محلول ان شاء الله. متشكرين قوي. السلام عليكم. عفو. يا ساتر يا ساتر على الناس الجشع، الجشع هيموتهم. كل حاجه ماشيه في البلد دي بالرشوه. لو ابو الدهب باشا، باشا ايه ده، انت صفيح البعيد. Thank you.
الواد وانا بكتفه اديت حشرت في زوري. وانت اللي كنت عمال تعضني؟ يخرب بيتك. هو انت؟ معلش معلش، بس الحمد لله لبس الواد قضانا احنا الثلاثة. اه عملنا كوي بيست. شيرين؟ ها؟ عم دهب قاعد هناك. فين؟ اهو هناك اهو. هاي سويت. طب الدهب بقى لحسن يعرفنا. ايه اللي جابه ده؟ بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس اللي نازله فيها. ثانية واحدة معلش. المدام ده وقته، ده ده وقته. الو يا شوش. اياد يا هاني، بقول لك ايه، خلي بالك عشان عم دهب هنا. ما انا عارف، ما هو ضاحي معانا. ضاحي؟ ضاحي بيعمل معاكوا ايه؟ الله يخرب بيتك. ما تقلقيش، على فكره الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح. ياد، ما كل مره بيقولوا كده. ياد ما تقلقيش، المره دي امان. يا هاني اسمعني، يا هاني ما ينفعش تعمل كده. مش هينفع نفضل واقفين كده. تاكسي. يلا اركبي. عملت ايه؟ كله تمام ابو الدهب. ايه جاد عادة ضاح؟ لا كمان وسوحت لك العيال ودخلتهم لك اوضه تانية. خلاص ما انا قلت لك جدع يا ضاح. ايه يعني انزلك شجر بجر ايضا؟ لا يعني ما اقصدش ابو الدهب ايه، بس الحكايه دي يعني عايز لها حسابات تانية. اه طبعا انا عينيا ليك يا ضاح. غريبه انت وافقت كده على طول ابو الدهب ايه؟ يا ابني انت حبيبي، بقول لك انت حبيبي. وبعدين يعني هو الكلام بفلوس؟ دور. يلا اطلع. انا والله اطلع. حاضر حاضر ابو الدهب ايه. ما تنساش بقى وانت ماشي تمول العربيه بنزين وهحاسبك بكره. ها حاسبني بكره والنبي ابو الدهب ايه، الله يخليك. عمري كلت عليك حاجه؟ قد لا ابدا. طيب اطلع. ابدا حاضر بكمله المصاريف. هما دول يا فندم اللي خطفوه، ولما رجعنا الشرايط لقيناهم واقفين في ريسبشن مع البنتين دول. هما دول نيل وشرهان اللي انا بدور عليهم، واكيد الولدين اللي معاهم دول هاني وسيف اللي صباح قالت لي عليهم. ومين دول يا فندم؟ ده عصابه كبيره تستهدف النجوم، بس نهايتهم هتبقى على ايدي ان شاء الله. انا محتاج اروح الاوضه عشان اشوفها بنفسي. تقدر تتفضل يا فندم. انا ما اعرفش حاجه. طب صدقوني انا ما اعرفش حاجه. الراجل ده شكله هيتعبنا قوي ابو الدهب بيه. لا 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 لا، ده بقاله اكتر من 3 ساعات مش عايز يتكلم. بقول لك ايه، شغل السلك. بلاش السلك بقى. ايه ده؟ ده عم دهب وضحي جوه. بلاش السلك. عليا. اه الحقوا ده بيكهربوه بيضحك، روحه حلوه قوي الراجل ده. يا حرام. يا حرام ايه؟ يا جماعه دول بيزغزغوه. الراجل حاطط السلك في بقه والسلك التاني في رجله. يخرب بيتك، بموت بموت. اكيد هو بيغلس عليهم مش عايز يقول لهم معلومات. هو احنا يعني كنا طلعنا منه معلومات؟ اكيد مش فاكر حاجه. خلاص هعترف هعترف هعترف. ما كمل الاول وتريح نفسك. قول. طب 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 انتوا عاوزيني اعترف بايه وانا اعترف؟ دلوقتي الكلمات المتقاطعه بتقول ان حل اللغز في قصه ميكي والاوضه السحريه، والقصه قدامنا اهي قريناها يجي 400 مره مش فاهمين منها حاجه. ايوه ايوه ما معروفه دي. ما هو ده فيلا ابو الخير جد ميكي. انت عرفت ازاي؟ اهو مكتوب يافطه اهو على 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 السور بتاع الفيلا، فيلا ابو الخير. طب فين بقى حكايه الاوضه المسحوره؟ لا ما دي حكايتها حكايه كبيره قوي قوي، يعني متعه بصراحه متعه. احكي. احكي لكم؟ قول. صحيح بس هي طويله شويه. قول. يا سلام، في يوم شمسه يعني كانت ساطعه، في يوم قمر جميل كده الشمس كانت متعامده على وش رمسيس الثاني في معبد ابو سمبل. ايوه والله العظيم كده. هو فجاه رعد زلازل براكين مطر. اليوم ده هو اليوم اللي كان اذانا بقدوم الواد ميكي ابو الخير. فين بقى حكايه الاوضه السحريه؟ ما هي جولفران هانم في نص الليل. يا ظهري يا بطن.
هوب شالوها من هنا لهنا ومن هنا لهنا هوب القرن طش واتولد ميكي. ما انت لسه قايل الحكايه دي. فين بقى الاوضه المسحوره؟ سيبه سيبه يا ابو الدهب. ايه خليه يكمل، دي الحكايه لسه هتحلو. كمل يا عم بنداري، اوعى الداري. حصل ايه؟ جلفدان هانم بقى بعد القرن ما طش هوب راحوا شايلينها، قالوا ايه نوديها المستشفى بقى ودكاتره وحاجات كده هم دي لحقوها. هوب وهم بيشيلوها كده الواد ميكي راح عامل مجرس فيها ابن لذينه، طلعت نص راسه. الحقوني الواد نص راسه طلع بره. روح شايلين له فاتحين الاوضه حطوها في الاوضه على السرير، بوم الواد اتظلم. يا سبحانه ما اعظم شأنه. انت بتستغرب على ايه؟ وبقول لك اتولد واد براسين. اه صح. ايه علاقه اللي انت بتقوله بالاوضه المسحوره؟ ما هي سموها الاوضه المسحوره عشان الواد اتولد فيها من غير لا دكتور ولا داية ولا مستشفى ولا حاجة أبدا. يعني فين أم الأوضة السحرية؟ ما هو قالك قبل كده يا أبو الدهب دي، وحضرتك ما فهمتش، عندي بيت مكاوي. يلا فكوا خلي يلا معانا. يلا معانا فين؟ معانا فين؟ هنروح على البيت ده. الله طب ما انت عرفت الاوضه المسحوره فين؟ ما تروح انت. فين حته الاوضه المسحوره؟ الله ما انت عارف هي فيلا ابو الخير. يلا رجلك على رجلينا لغايه ما اخد الفلوس. لا مش رايح. مش رايح؟ ايوه شغل السلك. طب يلا نمشي من هنا لحسن يشوفونا. نمشي ازاي يا ابني؟ احنا لازم ناخد المجلة. ايوه ناخد المجلة ازاي يعني؟ نخش عن نضربهم وناخد المجلة؟ خلاص يا جماعة سيبوا الموضوع ده علي انا، تعالوا ورايا بسرعة. يلا تعالوا تعالوا. اسمعوا ركزوا كويس، كل واحد هياخد عصايه، اي حد هيطلع هنديله على دماغه ونسحبه على طول. مش معنى بقى انت مديني بقى انت العصايه الطويله وخدت انت القصيره عشان تلخمني؟ لا عشان لو كنت اديتك الصغيره كنت هتقول ايش معنى انا اللي واخد الصغيره، انا عارف النوعيه دي كويس. طب معلش هاني ممكن نبدل مع بعض عشان العصايه بتاعتي فيها شوك. ما بتحبيش الشوك؟ لا ماشي خدي دي من غير شوك. ثانك يو. ماشي يلا يا جماعه احنا خبطناهم هنقتلهم. لا لا هنضربهم. انا مش كل يوم اقتل حد هاني. ما تخافش ما تخافش. سيف بطل جبن. يلا 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 قدامي. حاضر بس واحدة واحدة عليا رجلها بتوجعني. يا خليل قدامي. أنا مش فاهم بس أنت وديني معاكوا ليه؟ ها؟ أنا هعمل معاكوا إيه ولا إيه؟ أسلم البيت. إيه ده؟ إيه اللي أنت عملتيه ده؟ مش أنت قلت أي حد يطلع نضربه؟ بس مش عم بنداري. عم بنداري صح عم بنداري. خير الله. خير الله خير الله. انا همشي انا مش بتاعت الحاجات دي. خير الله مفيش حد اسمه خير الله عموما. حاول حاول ايش في الدنيا ايش في الدنيا. ايه ده صاحي؟ انت لسه صاحي يا ضاحي؟ اه لسه صاحي. مين اللي علمك مسكة النبوت يا ابن النادي؟ اتفرجت على فيلم التوتو النبوت. اه مش بمسدس. يا اخينا. ايوه ما عند ربنا دي. انتقمت انتقمت. عامل لي فيها رامبو ده؟ انا لو جبت كلب كان حرسني. تفوق عليك. ردش ليه الغبي ده؟ انت فين يا ضاحي الزفت؟ كنت بتكلمني يا ابو الدهب. ايه انت فين يا ضاحي؟ معلش كنت بجيب اكل بقى. ده وقته انا جوه. تعمل ايه؟ عملت ايه جوه؟ عملت زفت. عارف الاوضه المسحوره اللي في القصه طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ طلعت اوضه الحجز اللي جوه. يا نهار اسود الحجز. اه حظ ذكر. معلش بقى يا ابو الدهب. ايه عوض عليك ربنا. هي عمليه معقربه من الاساس. معقربه على مين؟ قالها على ابو الدهب؟ ده انا ابو الدهب مفيش مشكله تقف قصادي لازم احلها.
ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي بس يا ابو الدهب بيه؟ اقول لحضرتك على حاجه، انا نخش نسلم نفسنا في الاسم بقى. شد قال الله انها فكره. فكرتي. بس احنا مش هنسلم نفسينا. امال هنسلم مين؟ هنسلمك انت. حرامي. حرام. جريني جريني. جريني. حرامي. ما امشي معاك. حرامي. الراجل ده كان جاي يسرقني وانا واقف قدام الاسم. حرامي. تسرق قدام الاسم يا فاجر؟ لا لا لا، ده بيهرج. 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 تسرق واحد قد ابوك يا جبان. جريني. جريني. خد اسحبه. ابو ده بيلعب. هخش. استنى استنى. فين السندوتشات؟ اهي. اسحبوا يا شويش. اسحبوا ايه؟ لا بلاش الحاجز ابو دهبي. ابو دهبي ما تسيبنيش يا ابو دهبي. مش هسيبك الا في النيابه. لا الحاجز لا. حرامي. المحامي يا جبان. اكلم ماما. طيب نيلي. عم بالراحه يا نيلي. انت كويسه؟ اوعى يكون حد عمل لك حاجه. اوعى تكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا. ولا انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف. أنا آسف جدا، أصله شكل هاني بالظبط فكرت و... بقول لك إيه؟ نعم. أنت لسه واخد إفراج ولا تحب ترجع سجن تاني؟ إفراج؟ إفراج إزاي؟ للأسف واحد اسمه أبو الدهب دفع التعويضات للناس اللي كانت مقدمة فيكم بلاغات وتنازلوا عن المحاضر. طيب تأمرنا بحاجة يا سيادة المأمور؟ لا لسه يا حبيبي، في شوية إجراءات كده وبعدين تتنقلوا تغوروا في داهية. حسبي الله ونعم الوكيل. أبو الدهب ابو تهبي، ربنا يكرمك ابو تهبي. قلت لك مش هسيبك. قلت لك مش هسيبك يعني مش هسيبك. اظن ان انا مؤاخذه عملت اللي عليا، فاضل انتوا تعملوا مؤاخذه اللي عليكم بقى. اتفضل المجله اهي. شكرا. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه بتعمل المؤاخذه اللي اتفقنا عليه؟ انا خلصت لكم الناس اللي اتحبستوا بسببهم ودفعت تعويض دم قلبي، وانتوا تدوني المجله وتمشوا ما اشوفش وشكم تاني. بعت حلمي كانيلي؟ ما كانش قدامي حاجه تانيه اعملها يا سيف. طب كويس، يلا بقى نروح نستحمى. انا اسفه قوي يا سيف، انا اللي ورطتكم في كل ده، اسفه ليكم كلكم. اسفه ده يا عسل؟ انا كاعه دم قلبي في المشاوير بتاعتكم دي، انا عايز فلوسي. اتنيل، هو انت حيلتك حاجه يا مرقع انت؟ ما تسكت بقى وخليني ساكته وكاتمه. انت صباح اللي ما غلطتش فيكي. خلاص يا خالتي، هنشوفه دافع كام ونديهم له على الجزمه على البرتوش. وانت كمان يا صباح، انا اسفه قوي، بهدلتك معايا جدا. لا يا حبيبتي، اسفه على ايه؟ ده انا انبسطت جوه قوي، قابلت كل صحباتي اللي بقالي زمن ما شفتهمش. طيب انا هلحق بقى قبل ميني في الخنك. لا تعد نيلي كريم ولا تطبق في زمارة غدا عبد الرازق، مش ناقصين مشاكل. اشوفكوا بعدين. ايه ده؟ انتوا حليتوا الكلمات المتقاطعه كمان؟ حليناها، يعني كنا بنتسلى كده بنضيع الوقت. شكرا على كل حال. يلا ضحي. يلا ايه؟ يلا مين؟ يلا ضحي. لا ابو الدهب بيه، انا لازم اروح البيت اكل لقمه، استحمى، انضف، اقلع الهدمه اللي بقالها اسبوع على جدتي. واعرفك ازاي انا ضحي؟ اعرفك ازاي لما تغير وتنضف؟ انا بعرفك من ريحتك. يلا ناخد الفلوس وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. يا ابو الدهب بيه، انا الحشرات الزحفه بتاكل في عظمي. خليها تاكل. خليها تاكل. يلا طلعت في لحمي. يلا يا جماعه احنا كمان نروح نستحمى، انا حاسس ان انا بقيت منتل. لا احنا لسه عندنا مشوار. مشوار ايه تاني؟ لازم نروح عند عم بندق. وهنعمل ايه عند عم بندق؟ يلا بس نروح وانا افهمكم هناك. يلا. انت متاكد ان احنا ماشيين صح ابو الدهب بيه؟ عيب هلا، انت مع ابو الدهب اللي ما تفوتوش فوته. اصبر على حقي. لكن اخده من بوق السبع. ايه القصه بتقول ان الكنز في قريه اسمها بيبيتو خواريز في صحراء المكسيك. ما كفايه خواريز بقى ابو التهب بيه. اخلص. ايوه يعني قدامنا قد ايه؟ هانت كلها يومين بكتير. يا نهار اسود، يومين؟ طب هات شويه ميه من اللي معاك. انا مش لسه بديك ميه من سبع ساعات. ايوه خلص، هات شويه ميه بس قبل السفايف. اخلص امشي. ها ها، ده حمار مكسيكي يا غبي، هيفهمك تقول له ها. امال قال له ايه؟ قول له خا خا. خا. حاضر. خا خا. خدني يا رب.